أذهب سريعا إلى علي تباب مراسل الغد في إسطنبول. علي، ضعنا في الأجواء، يبدو لي أن هناك تظاهرات وعارمة بعد اغتيال إسماعيل هنية. علي، نعم بالفعل، نحن الآن أمام تفاعل تركي كبير تجاه عملية اغتيال إسماعيل هنية. نحن الآن في إحدى التظاهرات هنا في مدينة إسطنبول عقب صلاة للغائب أقيمت في مسجد الفاتح. نشاهد الآن هذه التجمعات الضخمة للأتراك هنا في هذا الميدان، ميدان بيزيد. طبعا هذه التظاهرات كانت قد خرجت منذ صلاة العصر في عشرات الولايات التركية، سواء في الجنوب التركي أو كذلك في إسطنبول وفي أنقرة وفي كهربان مرعش وديار بكر. أيضا عشرات آلاف المساجد في تركيا في هذه الولايات كانت قد كبرت تنديدا الاغتيال هذه، وأيضا نادت لصلوات للغائب على مدار هذه الساعات. هنا لاحظنا العديد من كلمات التنديد التي طالبت بضرورة القصاص من الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا كانت قد طالبت أيضا بضرورة وقف المجزرة التي تجري في غزة. كان هناك أيضا تفاعل تركي على الصعيد الرسمي والحكومي التركي، بدأ ببيان من الخارجية التركية. هذا البيان كان قد أكد بأن عملية الاغتيال هذه هي لن تتمكن من كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأنها قد نقلت الحرب في غزة إلى بعد جديد وهو البعد الإقليمي، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الاحتلال الإسرائيلي، وحذرت من مغبات كبيرة في المنطقة وصراعات أكبر. كذلك كان هناك تغريدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف عملية الاغتيال فيها بأنها عملية دنيئة، وقال بأنها تهدف إلى نسف القضية الفلسطينية، وقال بأنها لن تتمكن من هذا الأمر، وكذلك أكد على أن تركيا سوف تبقى تقف بجانب القضية الفلسطينية. كذلك كان هناك ردود فعل من العديد من الشخصيات التركية على رأسهم وزير التجارة وكذلك وزير الخارجية والعديد من الشخصيات السياسية سواء من المعارضة أو من الحكومة. أيضا على الصعيد الشعبي هناك دعوات للتظاهر يوم غد تنديدا بعملية الاغتيال، وكان هناك أيضا تفاعل بأن هذه الأيام القادمة سوف تكون كلها حافلة بهذه التظاهرات، وذلك استجابة أيضا لنداء كان قد سبق أن قدمه إسماعيل هنية بضرورة إطلاق مظاهرات في 3 أغسطس الجاري. إذن التفاعل الشعبي والتفاعل الرسمي الحكومي هنا على أشده، ويبدو بأن الساعات القادمة حبلى بتصريحات جديدة تركية كانت قد بدأت من خلال تصريحات قريبة قبل ساعة لوزير الخارجية هاكان فيدان، قال بأن إسرائيل تعرف أنها أخذت أمريكا رهينة لها في الحرب وفي التصعيد في لبنان، وكذلك قال بأن إذا تمكنت إسرائيل من القضاء على حماس فإنها لن تتمكن من القضاء على المقاومة، فعلة المقاومة هو الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة لن تنتهي إلا بانتهاء